أرنست تشين وهوارد فلوري، مكتشف عقار البنسلين، وواحد من أعظم الاكتشافات العلمية. ولد في 6 من شهر آب من عام 1881 في اسكتلندا، وتوفي في 11 من شهر مارس لعام 1955 في لندن بالعاصمة الإنجليزية. وكان عضوا في الجمعية وكلية الأطباء الملكية في الأكاديمية البابوية. ومن أشهر مكتشفاته البنسلين، وقد نال جائزة نوبل عام 1945 للطب بمشاركة العالم بهذا الإنجاز الكبير الذي أنقذ حياة الملايين فوق الكرة الأرضية. شكرا لحسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.